لماذا تخلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن حضور هذا المؤتمر، والذي كان كثيرون يعتقدون أنه للإيران أن يكون دورا فاعلا في هذه في هذا المؤتمر وفي هذه المباحثات تحديدا؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أستاذ نجم ولضيوفك وكذلك المشاهدين الكرام. طبعا تعرف جيدا أستاذ نجم أن الحكومة الإيرانية نالت الثقة من البرلمان قبل انعقاد المؤتمر في بغداد بثلاثة أيام تقريبا، يعني يوم الأربعاء قبل السبت نالت الثقة، واجتمعت الحكومة أول مرة يوم الخميس وبدأ العمل في إيران. وتعرف الملفات التي أمام السيد رئيسي متراكمة، والوقت أعتقد كان غير مناسب لرئيس الجمهورية الإيرانية أن يحضر هذا المؤتمر، لكن حضور وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان كان مهما برأيي، باعتبار أول سفر لوزير الخارجية الإيراني بعد نيل الثقة وبعد ثلاثة أيام من تشكيل الحكومة الجديدة الإيرانية، أن يأتي وزير الخارجية إلى بغداد ويحضر هذا المؤتمر المهم، وهي رسالة الأولى هي أهمية جمهورية العراق وأهمية العلاقات الإيرانية العراقية الاستراتيجية، ولذا كانت المحطة الأولى لزيارته الخارجية وحضوره لهذا المؤتمر. أعتقد هي هذا يكفي، وباعتبار أنه نقل رسالة الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والقيادة الإيرانية إلى القيادة العراقية والشعب العراقي، وكانت كلمته المدوية في المؤتمر في الحقيقة. أنا أشكرك سيد موسى.